دعوني في بداية هذا اللقاء الطيب أبدأ معكم بآية كريمة ذكر فيها الرقم 40، 40 سنة. هل انتبهتم من قبل لأهمية هذا الرقم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. دققوا الآن أيها الأحبة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الحقيقة أيها الأحبة، هذه الآية الكريمة ينبغي أن ننتبه إليها، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر هذا القرآن. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. العالم كله اليوم منشغل وخائف من فيروس كورونا المستجد، الذي هو أضعف بكثير مما تتصورون. هو مجرد معلومة أيها الأحبة، حتى إنه ليس خلية، هو معلومة. الحقيقة الذي لفت انتباهي أنني لاحظت أن معظم الإصابات التي تكون مميتة لهذا الكائن، طبعا المسخر من قبل الخالق عز وجل، لا تظن أيها الأحبة أن هذا الكائن يضرب عشوائيا، والله كما قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، لا يستهدف إلا من قدر الله عليه ذلك. هذا الكلام بنص القرآن وبنص كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم أيها الإنسان أن هذا الفيروس الذي هو عبارة عن معلومة، معلومة فقط، ليس لديه أسلحة، ليس لديه وسائل حتى يدافع عن نفسه بها، أي مادة كيميائية تهلكه، أي شيء ينتهي، هو معلومة فقط، ويدخل يتحكم بمعلومات الخلايا. هكذا ينبغي أن تنظر لهذا الوباء الذي قدره الله على هذه الأرض لحكمة هو يعلمها، ولكن نحن مهمتنا أن نتدبر لماذا أيها الأحبة، نتساءل، بدلا من أن نشغل دماغنا بالخوف والرعب والحسابات. وطبعا كل شيء مكتوب، والله هذه المعلومة اللي نسميها معلومة مسخرة من قبل الخالق عز وجل لتنهي أجل من قدره الله عليه، ومن له أجل لم ينتهي، مهما حدث لن ينتهي إلا في اللحظة التي كتبها الله عليه. الإحصائيات أيها الأحبة تقول بأن عدد الضحايا مثلا من سن 20 لـ30، من 30 لـ40، من 40 لـ50، 50 لـ60 سنة. طبعا لو أخذنا خط بياني هكذا نجد أن الضحايا معظمها يكون فوق سن 40، تحت 40 أقل بكثير، الأطفال شبه منعدم. طيب لماذا؟ يعني أنا أود أن أتساءل، لا سيما أن القرآن العظيم ذكر هذا الرقم وذكر أرقام أخرى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. طيب قبل 40 يعني لا يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك؟ كل مسلم يجب أن يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، ولكن كأن الله تعالى يريد أن يقول لك أيها الإنسان: سن 40 يعني يكفي، يكفي ذنوب، يكفي معاصي، يكفي فواحش، إذا كنت أكلت مال أحد سارع إلى التوبة. ها هو سن 40، هو إنذار، خط أحمر لك لتعود إلى الله تبارك وتعالى. إذا كنت أسأت لأحد فأحسن لمن أسأت له، إذا كنت أكلت مال أحد أصلح هذا الخلل وأرجع رد المال لأصحابه، تب إلى الله. يعني هذا السن هو إنذار، يريد الله منك أن تتوب. الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الخير، والله أيها الأحبة إن الذي يقرأ القرآن بعمق يجد إلها رحيما عظيما، إله في منتهى الرحمة، 99% من الرحمة تركها عنده ليرحم بها الخلائق يوم القيامة، وترك الكون كله
يعيش على 1% من الرحمة. كل هذه الرحمة التي تشاهدونها، رحمة الأم بابنها، هذه الرحمة هي جزء صغير من رحمتها. فهذا الإله الرحيم لا تتصوروا أنه يرسل عليكم شيئا لينتقم منكم، هذه معلومة خاطئة أيها الأحبة. حتى عندما نشرت بعض المعلومات أن الله عز وجل أغلق بيوته في وجه عباده، هذا الكلام لا ينبغي أن يصدر من إنسان مؤمن. الله عز وجل لا يمكن أن يغلق أبوابه. يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل لا يمكن أن يطرد عباده، ولكن طبعا هذا ظرف استثنائي تطلب منع هذه التجمعات، وهذا تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا سمعتم به، أي بالطاعون هذا، في بلد فلا تدخلوا إليها، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فرارا منه. معظم الناس يقولون الله يريد أن ينتقم منا. طيب هل الله، بالله عليكم، هذا الخالق العظيم، الدنيا لا تساوي جناح بعوضة بالنسبة له، يريد أن ينتقم من إنسان لا يساوي شيئا أو من كون ليس له قيمة بالنسبة لله عز وجل؟ يرسل علينا بعض أنواع العذاب لنرجع إلى الله. هذا أسلوب تأديبي، أسلوب نفسي، أسلوب فيه نوع من العقاب، ولكن الهدف منه الرجوع. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا؟ لمجرد العذاب، لعلهم يرجعون. انظر أخي الحبيب، يجب أن تعتقد بأن الرحمة التي عند الله لا يساويها شيء، خارج حدود العقل البشري، ورحمتي وسعت كل شيء. سن 40 أيها الأحبة سن فاصل، لأن العلماء أخيرا اكتشفوا أن قوى الإنسان وقوة الخلايا والنظام المناعي وكل شيء ينهار بعد سن 40. إن العلماء كانوا يعتقدون أن نمو الدماغ يكتمل قبل سن 40، تبين أن الدماغ لا يكتمل تماما إلا عند بلوغ الإنسان سن 40 سنة. بعد سن 40 يبدأ الانهيار في النظام المناعي، في الدماغ، في الجملة العصبية، في أجهزة الجسد. وبالتالي الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ دققوا معي: حتى إذا بلغ أشده. أشده يعني أشد شيء وأقوى شيء وأكمل شيء في الإنسان، وبلغ 40 سنة. هذه معجزة علمية تقول لك أيها الإنسان، سن 40 اكتمل البناء لديك، كل شيء مكتمل، آن الأوان أن تقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. بعد أن اكتمل هذا البناء، بعد أن اكتمل بناؤك أيها الإنسان وبلغت سن 40، آن الأوان أن تقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. إذن هذه المعلومة التي سخرها الله، وهي جندي من جنود الله تبارك وتعالى، تستهدف أناسا فوق 40. لماذا؟ لأن الله كأنه يريد أن يقول لك: أيها الإنسان الذي بلغت 40، أنت الآن خائف من فيروس وهو مجرد معلومة مرسلة عليك، آن الأوان أن تعود إلى الله، آن الأوان أن تشكر نعمة الله، آن الأوان أن تتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يموت العبرة بالخاتمة. عندما يعطيك شخص إنذار يقول لك: انظر، لقد مات مثلا في العالم 10,000 ربما أكثر، معظمهم من كبار السن فوق 40، انتبه يا من بلغت سن 40، قد تكون واحدا منهم، انتبه وارجع إلى الله. التوبة إلى الله أيها الأحبة ضرورية جدا في هذا الوقت. إذا أردت أن تعالج الخوف، تعالج القلق، على فكرة الخوف والقلق يدمران النظام المناعي، لأنه ثبت علميا أن أكثر ما يرفع النظام المناعي رقم واحد هو التفاؤل، رقم واحد على فكرة أيها الأحبة. معظم النوبات القلبية معظمها ليس سببها سوء التغذية وليس الإجهاد العضلي بل الإجهاد النفسي. فأنت عندما تتفاءل وتتذكر هذه الآية الكريمة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة
قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. طبعا ماذا عن سن تحت الأربعين؟ سن تحت الأربعين أيضا يعني الكل طبعا معرض، ولكن قضاء الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تحدد متى سيقع، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت إذا كنت تحت سن الأربعين أيضا ينبغي أن تتذكر هذه الآية، لأنه سيأتي عليك يوم إذا كان لك عمر وعشت فوق الأربعين، سيأتي عليك يوم وتتذكر هذه الآية وتقول أيضا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. والتوبة إلى الله أيها الأحبة ضرورية جدا. أود أن أتذكر معكم مشهدا، هذا المشهد سيحدث متى الله أعلم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الدخان سيغشى الكرة الأرضية ذات يوم، لا نعلم، الله أعلم، وسوف تدخل جزيئات الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون وبقية مركبات الدخان الذي نعرفه، وستحدث حالات اختناق، وستحدث حالات تجعل كل الناس يجتمعون. ماذا يقولون؟ يغشى الناس، لم يقل يغشى المؤمنين أو الملحدين، يغشى الناس، كل الناس. متى سيكشف هذا العذاب أيها الأحبة؟ فكروا معي، لأن هذه الآية مهمة لما نعيشه اليوم. عندما سينزل الله هذا الدخان الذي يغشى الناس، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. طيب ما هو الحل؟ متى يكشف هذا العذاب؟ قال تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. عندما يجتمع هؤلاء الناس ويقولوا بصوت واحد ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، سينكشف عنهم العذاب. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. سبحان الله، سن الأربعين أيها الأحبة أراد الله لهذا الوباء أن يعني يكون ضحاياه فوق الأربعين. طبعا هناك تحت الأربعين أيضا، ولكن النسبة المئوية أعلى كنسبة مئوية، ليقول لك أيها الإنسان ارجع إلى الله، تب إلى الله، آن الأوان أن تشكر نعمة الله. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الشكر أولا، ثانيا العمل الصالح وأن أعمل صالحا ترضاه، ثالثا الدعاء وأصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي، رابعا التوبة إني تبت إليك، خامسا الاعتراف وإني من المسلمين. تسلم نفسك ووجهك وحياتك لله عز وجل. إني من المسلمين لها معنيان أيها الأحبة، أي أنني مسلم كمسلم ألتزم بتعاليم الإسلام، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من المسلمين أي أسلمت نفسي وخضعت لك ولإرادتك ولمشيئتك يا رب، وأسلمت كل شيء، حياتي وأسرتي ومتاعي وكل شيء وضعته بين يديك وأنت تفعل ما تشاء. إذن أيها الأحبة الخلاصة، أولا لا تعتقدوا أن الله يكره أحدا أو ينتقم من أحد. هذا الوباء إنذار لك أيها الإنسان لتتوب إلى الله. الله يريدك أن ترجع إليه، هو يحبك، هو يحبك حتى لو كنت ملحدا. والدليل أن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بالفواحش، بأكل المال الربا والزنا والخمر وكل ما تتصوره من الموبقات، كل هذه الموبقات الله يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا يعقوب اعتبر أن اليأس كفر بالله، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس كفر أيها الأحبة. في القرآن الكريم في الإسلام ليس لدينا إنسان ييأس، لدينا إنسان موقن بلقاء الله، موقن أن كل شيء مقدر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة صادقة صالحة، وأن يجعل لقاءنا معه لقاء أجمل، أجمل لقاء، أن يكون أجمل يوم من أيامنا هو لقاء الله عز وجل، الذي قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.